اختلف مع زوجته، خلص على ولاده. تشييع 4 جسامين من ضحايا الأب بالقليوبية. مساء الخير متابعينا متابعي موقع بصراحة، أهلا وسهلا بكم من جديد. معكم الآن من هذا الخبر في تشييع جسامين الأطفال الأربعة ضحية والدهم. شيع المئات من أهالي قرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية جسامين الأربعة أشقاء المقتولين على يد والدهم بقرية حلابة في قليوب. خرجت الجسامين طبعا من المشرحة النهاردة بعد وصولهم للمستشفى، وبعد عرضهم على الطبيب الشرعي خرجت الجسامين بعد إنهاء أعمال التشريح وبمعرفة الطب الشرعي بمستشفى بنها العام إلى مسجد القرية، وتم تشييعهم إلى مسواهم الأخير بمقابر الأسرة. طبعا كانت جنازة مهيبة، 4 أكفان في وقت واحد لأربع أشقاء، جنازة مهيبة حضرها المئات من أهالي القرية، قرية صنافير التابعة لمدينة قليوب، وطبعا أهالي القرى المجاورة. الحدث طبعا كان يعني حصل جدل كبير على هذا الحدث وهذه الواقعة الساعات الأخيرة، وكان يعني أثار الجدل على السوشيال ميديا والفيسبوك، وكل الناس كانت بتتكلم على هذه الواقعة الغريبة من نوعها. بعد ما أقدم أب على قتل أولاده الأربعة انتقاما من زوجته اللي تركت المنزل ورفضت ترجع له. الواقعة حصلت تفصيليا ان الاب بعد ما زوجته زعلوا مع بعض او اتخانقوا مع بعض، وهي رفضت تكمل معاه ورفضت ان هي ترجع تاني لبيت الزوجية، قرر انه ينتقم منها عن طريق قتل اولاده الاربعة. اكبر واحد في اولاده 21 سنة، واصغر طفلة عندها 9 سنوات. يعني جلال عنده 21 سنة، تسنيم عندها 18 سنة، نديم 15 سنة، ريتاج 9 سنوات، دي أصغر طفلة فيهم، ولدين وبنتين. طبعا الأب حضر لهم الأول العصير، وبعد ما عمل لهم العصير وضع في هذا العصير مخدر، وبعد ما الأربع أشقاء شربوا العصير وفقدوا الوعي انهال الأب عليهم بالطعنات لحد ما ماتوا. بعد ما قتل أولاده الأربعة أخذهم على سريرهم ووضعهم جنب بعض وهم قتلى، وبدأ يصورهم فيديو وهم جثث ومقتولين بالطعنات الموجهة ليهم، وصورهم فيديو، وبعد ما صورهم فيديو أرسل هذا الفيديو لزوجته بينتقم منها إن هي تركته ورفضت ترجع له. طبعا الواقعة دي أحدثت جدل كبير خلال الساعات الأخيرة، وكانت واقعة بشعة، كان ضحيتها 4 أشقاء تم قتلهم من قبل والدهم. زي ما تابعنا مع حضراتكم، الكبير ابنه الكبير كان جلال عنده 21 سنة، تسنيم 18 سنة، نديم 15 سنة، وريتاج 9 سنوات. طبعا المعلومات الأولية قالت ان الأب مرتكب الواقعة كان بيمر بحالة نفسية سيئة بعد ما زوجته تركت المنزل وخلته يقدم على هذا الواقعة البشعة، على ارتكاب هذه الجريمة البشعة. الأجهزة الأمنية انتقلت فورا لمكان الحادث ونقل الجسامين، تم نقل الجسامين لمستشفى قليوب، وده كان تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق. منذ قليل تم تشييع جسامينهم طبعا بعد خروجهم من المستشفى وبعد تصريح الطبيب الشرعي وأمره بالدفن. انتقلوا الأربعة في 4 أكفان في جنازة مهيبة حضرها المئات من أهالي القرية، قرية صنافير، وكمان القرى المجاورة والأهل والأصدقاء. الجنازة كانت صعبة جدا، وقعة مأساوية، 4 أشقاء
تم قتلهم من قبل والدهم، يعني مش في وقعة سرقة تم قتلهم، ولا في أي جريمة أخرى، ولا حد غريب، ده والدهم اللي قتلهم الأربعة بعد ما وضع عليهم المخدر في العصير وانهال عليهم بالطعنات حتى الموت. ربنا يلطف بينا من هذه الوقائع الصعبة، يعني من النادر ان احنا نشوف مثل هذه الوقائع في الجرائم اللي بنشوفها. ممكن نشوف حالات قتل في اثناء السرقة، او يعني على الاماكن اللي بنشوفها، او بنقابل جرائم من نوعيات مختلفة. يعني النوعية دي الاب هو اللي بيقدم على قتل اولاده جريمة تخلو تماما من مشاعر الانسانية تماما. الأب القدوة المثل هو اللي بيقتل أولاده بإيده بعد ما وضع لهم مخدر داخل العصير وأفقدهم الوعي، بينهال عليهم بالطعنات حتى الموت. مش بس كده، لا ده كمان بيحطهم على سرايرهم جنب بعض وبيصورهم فيديو وبيرسل هذا الفيديو لزوجته انتقاما منها، وهو بيتلذذ بهذا الفيديو لينتقم من زوجته اللي رفضت ان هي تكمل معاه في منزل الزوجية، ورفضت تعيش معاه وسابت المنزل ومشيت. جريمة قاسية جدا وجريمة بشعة، يعني من النادر ان احنا نشوف مثل هذه الجرائم داخل محافظات مصر. وطبعا الجريمة دي زي ما تابعنا مع حضراتكم كانت يعني في قرية صنافير، ودي التابعة لمدينة قليوب، يعني بمحافظة القليوبية. كانت جريمة بشعة جدا تخلو من كل المعاني الإنسانية ان اب يقدم على مثل هذه الجريمة. الاهالي طبعا والجيران والناس اللي حوالين المكان جيرانهم، يعني في ذهول عظيم من هذه الوقعة. ازاي ابوهم يقتل الاربع اشقاء؟ طبعا هما النهاردة كانوا داخل مشرحة مستشفى بنها للتشريح، وطبعا تم خروج الجسامين وتم تشييعهم الى مسواهم الاخير. البداية بداية هذه الواقعة لما تلقت مديرية أمن القليوبية اخطار من شرطة النجدة بورود بلاغ بوجود أربع جثث بقرية حلابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل هذه الواقعة، وهناك اتضح أن في أربع جثث، أصغرهم طفلة عندها 9 سنوات وأكبرهم شاب عنده 21 سنة. طبعا التحريات كشفت ان الاربعة اشقاء، وان والدهم هو اللي قتلهم، هو والدهم عامل بسوء العبور وارتكب هذه الواقعة لمروره بحالة نفسية سيئة بعد ما زوجته تركت ليه المنزل ورفضت ان هي ترجع تعيش معاه مرة اخرى. طبعا تم تحرير محضر بهذه الواقعة والاحالة للنيابة اللي تولت التحقيق لكشف ملابسات هذه الواقعة. الاب طبعا مقيم بقرية حلابة، دي تابعة لمدينة قليوب، وطبعا الحادثة دي او الواقعة دي حصلت امس، ويعني بعد ما حصلت احداث الضجة كبيرة بعد ما قوات الشرطة كشفت ملابسات هذه الواقعة. كل المواقع التواصل الاجتماعي بيتكلموا وبيعبروا عن استيائهم وغضبهم حيال هذه الواقعة والجريمة البشعة اللي حصلت داخل قرية حلابة والتابعة للقليوبية. تم تشييع الجسامين الأربعة، أربع أكفان خرجوا النهاردة لمسواهم الأخير بعد ما قتلهم والدهم بطعنات وخدرهم ثم انهال عليهم بالطعنات حتى القتل. تم تشييعهم النهاردة إلى مسواهم الأخير الأربع أشقاء مع بعض في جنازة واحدة، جنازة حضرها المئات من أهالي القرية والأهالي المجاورة في استياء وغضب وذعر شديد بعد هذه الواقعة البشعة.
ربنا يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة، ويلهم والدتهم الصبر والسلوان على هذا المصاب. 4 من أبنائها بيقتلوا على أو من قبل والدهم، يعني حاجة، يعني حاجة لا تمت للإنسانية بصلة تماما، يعني جريمة لا تمت للإنسانية بصلة. ربنا يرحمهم ويعفو عنهم ويصبر والدتهم وكمان أصدقائهم وأهليهم. المصاب صعب جدا وجلل، وربنا يتولاهم برحمته. كنت معكم من خلال هذا اللايف عبير محمود، موقع بصراحة. شكرا لحسن المتابعة.